المعدة دائما أفوت شيء لها قشر الرمان. إن كانت الحالة بسيطة فمرة واحدة الصبح نص قفشة ويا روب قبل نص ساعة من الريوق، إنزين تأخذ لمدة 10 أيام. إذا كانت الحالة بسيطة يعني الأحماض بسيطة، إذا كانت الحالة لا مرتفعة فتأخذ قبل الريوق وقبل العشاء مدة 10 أيام. إذا كانت الحالة شديدة يعني دائما ارتجاع في المريء فتأخذ 3 مرات، نص ساعة قبل الريوق قبل الغداء قبل العشاء قشر رمان. هذا يمكن يعني مو في العيون شيء، بس ما شاء الله يعني إلى مفعول السحر في علاج المعدة. يقولي مثلا أنا أخذت ما استفدت، أقولك أنت تشرب ماي من بعد الأكل، اترك شرب الماي من بعد الأكل. الإمام الرضا عليه السلام في الرسالة الذهبية يقول إذا قمت تأكل لا تشرب ماي أثناء الأكل. ليش؟ قال لأن الأكل يصبح فجا. شنو فجا؟ يعني عسر هضم ما ينطحن. ليش؟ لأن أنت بشرب الماء تخفف عصارة المعدة الهاضمة، كل اللخبطة تصير لأن احنا ما نلتزم. زي شلون ناكل سيدي يا علي ابن موسى الرضا؟ شلون ناكل؟ يقول أول شيء أنت إذا تبغي تشرب اشرب ماء قبل الأكل، تبغي تسخن شوي سلطة، بعدين فاكهة، بعدين دش على الوجبة. ليش؟ شوف تدرج من البسيط إلى المعقد. إحنا سيدة الوجبة وتالي ناكل برتقالة، ناكل تفاحة، ناكل كذا، من السكريات البسيطة إلى السكريات المعقدة. يا ابن الحلال اسمع الكلام، يقول لا أنا إذا حطوا الصينية ما أقدر أجود روحي. لازم ترتب وضعك له، وعقب ما يأكل يقولك آه ما. إحنا صرنا في الزواج الجماعي في باربار سنة من السنوات، وكنت أنا موكل على مجموعة، إنزين وجا الرجال أخذ صحن عطيناه، أخذ الثاني عطيناه، جاء أخذ الثالث عطيناه، وبروحه 7 صحون وقعد تالي كذي. يعني بني آدم يأكل حتى يعيش، مو يعيش حتى يأكل. أقول له ارحم روحك. اللي يقول ليش يعني انتون عندكم مشكلة؟ قلت له احنا ما عندنا مشكلة، لو تبغي نقدر كله بنعطيك إياه، بس انت لا تفت لنفسك لا. زين يقول معاوية لأبو ذر، يقول له قال زين تغدى ويانا اليوم لا؟ قال له لا، أنا أمشي على وصية حبيبي رسول الله صلى الله عليه وآله، قرص عند الإفطار وقرص عند السحور. هذه بعد مو أيام رمضان، عم نتكلم عن أيام عادية. أو هذاك المتطبب الهندي يقول للإمام علي، يقول له الرجائل يعني أرجلك يا أمير المؤمنين صفراء دقيقة كذا ما فيها دم، أنا مستغرب شلون أنت حملت باب خيبر، وين أكلك؟ قال هذا قرص من الشعير. قال له لا لازم تأكل لحم، لازم تأكل كذي. قال له إن الشجرة البرية أصلب عودا، قرص شعير شلون يصح البدن؟ طعام على طعام على طعام على طعام. مرة واحد حاجج وياي
يقول انت تقول لا تشربون من بعد الاكل ماي. اسمع هذه المحاجة بعد، انت تقول لا تشربون من بعد الاكل ماي، بس القرآن يقول وكلوا واشربوا. قلت له يعني انت في بالك انت حجيتني الحين، اللي يقول اكل القرآن يقول لا. قلت له ما عليه، القرآن مجمل والنبي عليه فصل. زين يقول فإن كان ولا بد، النبي صلى الله عليه وآله، فثلث لأكلك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. زين أقول أنت إذا قعدت على السفرة تخلي ثلثه، لو تتولى الصينية لما حتى تطفح لي. كلامي عدل وانا غلطان؟ فإذا جيت بعدين تشرب ماي في المعدة لو يروح هني فوق في المريء يطفح لك لينها ويجيك حارق. كلامي عدل وغلطان؟ تنظيم الأكل مطلوب، لكن إحنا اللي مضيعين. إيه نعم تفضلوا.